أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد في برنامج خبرياتنا بلا حدود. اليوم رح نسلط الضوء على البرايم الثاني عشر وعلى فيديوهات المشتركين الأربعة اللي ضلوا معنا وشو دار بين المشتركين ولجنة الحكم أثناء هذا البرايم. مثل العادة بلش العرض المباشر الثاني عشر بإطلالة حلوة كتير من كارلا حداد. مساء الخير، منرحب بجمهور تلفزيون الآن ونجوم بلا حدود بحلقة نصف النهائي المحطة المفصلية قبل تتويج الرابح يلي رح يتمكن من تخطي تحديات الليلة والبرايم الجاية بنجاح. وطبعاً كارلا دائماً بترحب بلجنة الحكم بطريقة كتير مميزة. انتابع سوا طلة فايا يارا ووائل كمان. وهلأ منستقبل لجنة الحكم وبزقف كبير منرحب بيارا. يونان، وائل منصور، وهلأ مشاهدينا خلينا نتابع كواليس التحضير وغيرها من مفاجآت للعرض المباشر كيف كانت. مع اقتراب نجوم بلا حدود من لحظة تتويج الفائز بالموسم الثاني، فرضت المواجهة بين الأقوى صعوبات أقسى، وصار هدف كل مشترك أنه يتفوق على الآخر بتقديم أفضل ما عنده، والفيديو اللي بيضمن له تمثيل فئته ضمن عناوين التحديات بشكل مثالي. أربع مشتركين عندهم نفس الإصرار للبقاء بالمنافسة على اللقب بالبرايم الأخير، ولهالسبب انتظروا إعلان سيلين التحديين الجديد بفارغ الصبر. أول تحدي بتكون تحكوا عن العنصرية. نايس. حفز عندهم التحدي الأول بعنوان لا للعنصرية، الطاقة الإيجابية الكاملة لتقديم محتوى قادر على التأثير وبشكل فعلي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة هالمرض الاجتماعي العالمي. لكن المفاجأة كانت زيارة ضيف مشعل بان كعنوان للتحدي الثاني، الحيوانات الأليفة. والليلة مع انطلاق برايم نصف النهائي، راشد المتاعب عن الفن والتصميم، نور الدين أمين عن السينما، سمر أنطون عن الويلنس، وجنان وكيل عن الشعر صاروا حاضرين للتحدي ما قبل الأخير، وأملهم الوحيد إقناع لجنة الحكم والجمهور ليكونوا ضمن الثلاث الأقوى بالمنافسة الأخيرة على لقب نجم الآن وبلا حدود. وقبل ما نعرض معاكم فيديوهات المشتركين وشو صار في هالعرض المباشر، في البداية خلينا نشوف مين كان بضوي في هالبرايم، فايا يارا أو كارلا؟ يارا، فايا ووائل، أهلا وسهلا فيكم من جديد. فونستي كتير عم بضوي الأوفرول. كلك عم بتضوي. كلك وجودكم يعني ما ينفعش تكون انت اوريدي منوره وكمان هدومك منوره، فاهمه؟ مش عدل يعني. شو حلو هالكومبليمان. ميرسي كثير، انتم منورين البرنامج اكيد. يارا وانت كمان مساء الخير. مساء النور. مساء نورك. مساء النور، مساء الانوار كلها. مثل ما شفتوا مشاهدينا الغزل ما بخلص، وترحيب بين لجنة الحكم وكارلا اللي كانت عم بتضوي بأناقتها، وهلأ نتابع رأي يارا في الناس اللي ما يحترموا حقوق الحيوان بشكل عام. الحيوانات مخلوقات بريئة، يعني خلقها ربنا لتحمي التوازن بالبيئة، والمفروض يعني ربنا ميز الإنسان بعقله، والمفروض أنه الإنسان يكون القلب الكبير اللي يحافظ ويحمي على الأرواح اللي خلقها ربنا شو ما كانت، وهيدا لازم تكون يعني من واجباتنا كبشر. أكيد مزبوط. ونشوف هلأ شو ردت عليها كارلا. يعني مفروض نحن أصلا نكون أفضل من الحيوان. أنا بعرف إن الحيوان ما بيكره، الإنسان صحيح. اللي بيكره صحيح. صراحة صحيح. سألنا فايا شو أكتر التصرفات العنصرية اللي بتزعجها، وكان ردها لا ما فينا نسأل شو أكتر شيء، لأنه مجرد تصرف عنصري أو النظرة عنصرية أحياناً حتى في ناس بتحاول تخبي
كيف هي بتنظر للشخص وبتمثل هيك فجأة بيطلع بكلمة صغيرة أو بموقف وبيكون أبشع شيء يعني. لأنه كيف ما كيف يارا قالت إنه يعني البشر نحن الله عطانا العقل وعطانا القلب لنعرف إنه نحن عن جد خلقنا يعني يولد الناس أحرار سواسية، فهيدا أبشع شيء، العنصرية أبشع شيء بكل مواقفها، ما فيك تحددي يعني موقف. مزبوط. شكرا لك. العرض المباشر الثاني عشر بيضم تحديين، تحدي العنصرية والتحدي عن الحيوانات الأليفة. سألنا وائل منصور أي تحدي بهمه أكثر؟ الاثنين. هو أنا شخصياً ليش عم تضحك؟ ما أعرفش. أنا بحب يعني الحيوانات جداً، ويعني أدفكت قوي للحيوانات، بالذات لو دخلتي عندي على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا تلاقي كله قطط أو كلاب أو أكل يعني. بس طبعاً بالنسبة لي النهاردة ايه؟ لا ماشي عم بضحك. انا ويارا. بس تحدي اللي هو ضد العنصرية ده ممكن هيهمني اكتر النهاردة، لان انا مش قادر اتوقع الفيديو ده تكون شكلها عامل ازاي. يعني مش قادر، كل تحدي ممكن اتوقع لكل فئة ايه اللي ممكن يطلعوا بيه، بس ده بالذات مش قادر حتى احط ايدي على ايه اللي ممكن يطلع في الفيديو. فعشان كده اظن ان احنا الثلاثه هنتفاجئ اكتر في التحدي ده من الفئات الثلاثه. صحيح. ان شاء الله اكيد الفيديوز تكون على قد التوقعات. مثل ما شفنا وائل اختار تحديين وعم ينتظر شو حيقدموا المشتركين الأربعة في موضوع تحدي العنصرية. هلأ مشاهدينا نروح فاصل ومنتابع. منروح للشاعرة جنان وكيل ومنشوف كيف عبرت عن العنصرية. أن تحط على كوكب لا يريدك، أن تكون قلماً بين مجموعة من المساطر. هل تعلم ماذا يعني أن تعاشر البحر يومياً ولا تتبلل؟ هكذا كان يشعر برين دائماً بأنه منسي كسمكة في جوف الحوت، إلى أن جاءت أمبيلا وربطت على قلب برين. لا أنكر أنني كنت واحدة منهم، أستغرب الاختلاف وأنفر منهم، لكن سرعان ما أدركت أنني مخطئة وأن اللون ليس بطاقة للتعريف عنك. أنت مثلنا بالجوهر، بل أنقى من غيمة شاردة في السماء. أنت قلب أبيض وكلانا في الجوهر واحد. لا فرق بين جذر ولون وعرق الوريد، فكلانا في الجوهر واحد. سألنا يارا عن الصورة اللي استخدمتها جنان في هالفيديو وكان رأيها. بحب بسمتها أول شيء لجنان، مساء الخير. مساء الورد. هيك فيها تفاؤل وفيها سلام وفيها كل شيء عن جد. شكرا. هيك شو مهضومة ليك؟ أنا بحس بس تضحك لك إليك. لا بالعكس، دايما لكم كلكم بضحك دايما. إيه دايما أنا أكيد. كلنا بنضحك لك نحن كارلا. الصورة كانت تحمل كثير من التفاؤل، ويارا عجبها فيديو جنان، وسألنا يارا كمان هل تطورت جنان أو لا. نتابع شو قالت يارا. أول شيء من الأشخاص جنان اللي كثير تقدموا بالتصوير، بالصورة، بالإضاءة، حتى اليوم في شيء جديد أنا شفت، قدمت شيء جديد مش يعني مثل اللي شايفينه قبل. بس بدي اسالها اذا هي حسيت شوي انه اخذ شيء من فيلم او من شيء قصه، ما بعرف اذا هي هول اللي عملتهم. الدمية انا صنعتها من خيطان الصوف. انت خياطيه؟ من خيطان الصوف لفلفه العاب. ده المشهد الاخير اللي هي كانت بتلعب فيه. فانا كنت تحت المسرح متخبايه وماسكه. يمكن يارا قصدها عن المشاهد الاولى اللي شفناها. الاولى اكيد. وحتى اللي هي اللي عم تحكي عنهم الصوف كمان لفتوني. جنان ما في شك انه مبين انها تقدمت وفي شيء جديد بالفيديو وحبيت. شكرا يارا. وكان رأي فايا في النص اللي استخدمته جنان وكيل كالآتي. حبيت النص. انا هديك الاسبوع رحت بلشت ابحث عن فيديوز، حضرت كثير فيديوز شعر، لانه انا دائما يعني هديك المره كمان قلنا لك في شيء ناقص وحاولت شوف شو يعني. بتخيل انه نحن هلا انتوا بالتوب فور، يعني انت بمرحله كثير منيحه، بس هلا بدك تكوني بعد احسن واحسن واحسن. القصه بالنصوص تبعك انه ولا مره في فكره، الفكره كانت جديده لدرجه انه حسيتك حدا
عم يضربني بوكس. يعني انا بحب وقت حدا هيك حس انه في شيء صدمه او في شيء وعاني شيء مش منتبه عليه. يعني انا توقعت كل الافكار اللي قلتيها توقعتها وقت عرفت انه التحدي هو انه كلانا واحد في الجوهر. يعني عرفتي كيف قصدي؟ انه ولا مره الفكره او بتقولي شيء بقول انا ايه والله عن جد. يعني النص تحديدا بده ابداع، يعني الشعر بده ابداع لحتى اذا بدك انتشار اكثر واكثر. شكرا فايا. ثانك يو. ورحنا لوائل وسألنا هل جنان وكيل عن فئة الشعر جمعت بين التحديين وفئتها أو لا؟ بس أنا بس في أنا عجبني والله الشعر، يعني أنا عجبني هي قصة القصة عامة أو النص اللي أنت كتباه. أنا عادة لما بسمع أي نص أو أي شعر أو whatever إذا في جملتين طلعوا خرموا ودني ده معناه أنه ناجح. هيدا قصدي بالبوكس. بالضبط. انا كلمه تعاشر البحر يوما بدون ان تتبلل او بناء قلت على ماذا يعني ان تعاشر البحر يوميا دون ان تتبلل. بالضبط، انك انت في وسط مجتمع والمجتمع رفضك وانت مش حاسس ان انت يور بلندنج ان. وائل طلب من جنان تعيد جمله عجبته كتير، خلينا نشوف شو كانت هي الجمله. هي وجمله الوريد في الاخر ان احنا بقوليها تاني معلش بتاعه الوريد. كلانا في الجوهر واحد، هي اخر جمله قلتها. لا في حاجه عن الوريد او نفس الوريد او مش مشكله. فانا عجبني النص جدا. للاسف يا وائل جنان نسيت شو كتبت وما رح تتذكر، بنعطيها فرصه لبعدين. وهلا نروح نشوف كارلا شو علقت على كلام وائل. والفيديو حلو. شكرا وائل. شفت ليه بقول لك دائما وصلت الفكره؟ وصلت الفكره؟ دائما بقول لك وصلت الفكره لان بتكون يعني بيكون رايك كثير ايجابي. اذا بتطيل بالحكي الا ما تلاقي شيء عشان هيك انا بقول لك وصلت الفكره. لا والله انا بالعكس انا كلمت قليل جدا. هي اللي بحاول افكرها بالوريد بتقول لي ما اعرفش ايه ده بس انا عم بمزح معك. خلينا نروح نشوف جنان وكيل شو اخذت علامات. لانه هلا المنافسه خلص نصف النهائي اربع مشتركين. خلينا نشوف العلامات يلي رح تاخديها. علامتك اذا يا جنان عن فئه الشعر باول تحدي لليله 58. منيحه. شكرا لك. مشاهدينا منروح بريك وراجعين. نتابع مشاهدينا شو قدم راشد المتعب عن فئة الفن لموضوع تحدي العنصرية. لجنة الحكم دائما تنتظر من المشتركين يقدموا شيء جديد. نتابع شو قالت يارا وشو توقعاتها عن فيديو راشد. في شيء جديد كمان، يعني مش شيء كنا متوقعينه. الفكره حلوه، الرساله حلوه، مثل ما نعرف يعني العنصريه تخلف، نحن الانسان واحد. يعني احلى شيء انه الموسيقى ما فيها عنصريه دايما. ما هيك؟ وانت دائما تبهرني بالموسيقى اللي بتختارها على الفيديو وعلى الشغل اللي عم تشتغله. يعني منروح مع الموسيقى ومع شغلك، يعني ما في شك الابداع ما رح نحكي عنه بقى. لايك. شكرا يارا. اما فايا انتابع شو قالت. حبيت الفكره، حسيت كانه حدا عم يأشر شيء ووصل للجوهر يلي هو انه نحن واحد. فحبيت حتى اول مره بتستعمل فكره الريوايند انه كيف وصلنا لهون، يعني شفنا اللوحه بالعكس فحبيت. بس هل كانت رساله راشد المتاعب واضحه؟ خلينا نتابع ونشوف شو قال وائل.
هي الرسالة كانت واضحة طبعاً، وبالذات أنه لما عمل ريوايند في الآخر زي ما فايا قالت أنه بان الإنسان وإلى آخره، لكن الأكسيكيوشن أو تطبيق الفكرة يعني أنا شايفه سيء جداً، لأنه البينت اللي على وشه ملكلك، عارفين يعني ملكلك؟ ما نور الدين يعني مليحة وجهه هالقد تحمل، لا البينت تحسه أنه ملكلك يعني بتقولوا ايه عارف يعني ملكلك عم بيدوب يعني مش منه ثابت منه واضح لايس كده يعني حتى مرتب مش مرتب وتلاقي مثلا حتى علم المغرب اللي انت عملته مش باين ايه كيف عرفت اذا مش باين لان انا عارف ان هو قصده على المغرب يعني وصلت الرساله وصلت الفكره حبيبي اوكي يا حبيبي لا بس شايف التطبيق بتاعه وحش جدا 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 رسالة راشد كانت واضحة كتير بس وائل اعتبر تطبيق الفكرة كتير كان سيء يا راشد 59 راشد بنشوف ترتيبك انت 59 وبالمرتبة الأولى لهلا شكرا لك راشد مثل ما شفتوا مشاهدينا لحد الآن راشد المتاعب في المرتبة الأولى بس أنا حاسة إنه رح يكون في خطر لأنه تعليق وائل ما كان كتير حلو مشاهدينا وصلنا لآخر حلقتنا لليوم تابعوني بكرة بنفس التوقيت كنت معكم لوريس الحراني تصبحوا على ألف خير